مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. نتوقع أن تكون هناك تقلبات جوية خلال هذا الأسبوع، فيوم الأحد أجواء والاثنين أجواء باردة، والأحد سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر، ثلاثة الأجواء مستقرة، لكن الأربعاء ممكن تسقط بعض الزخات في مناطق شمال المملكة وترتفع درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض أيام الأسبوع والأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، أجواء باردة نسبيا، غائمة جزئيا إلى غائمة، وتسقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر. المناطق الشمالية أجواء غائمة ماطرة، العظمى 18 والصغرى 12، المرتفعات الوسطى أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، العظمى 17 والصغرى 9، المرتفعات الجنوبية أجواء غائمة وزخات رعدية من المطر 13-6، العقبة أيضا هناك فرصة لسقوط زخات رعدية متفرقة من المطر بين الحين والآخر، العظمى 21 والصغرى 15، المنطقة الجنوبية الشرقية غائمة وزخات من المطر 14-8، والمنطقة الشرقية أيضا زخات رعدية من المطر 21 إلى 11 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا الأجواء باردة نسبيا، غائمة جزئيا، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية. أقصى شمال المملكة ممكن تسقط أو احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر، لكن تدريجيا مع ساعات النهار تستقر الأجواء في معظم مناطق المملكة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 19 والصغرى 11، المرتفع المرتفعات الوسطى 16-8، المرتفعات الجنوبية 15-8، الأغوار 24 إلى 16، خليج العقبة 24 إلى 16، والمنطقة الجنوبية الشرقية 16 إلى 8، والمنطقة الشرقية 20 إلى 10 درجات مئوية. أما يوم الثلاثاء أجواء مستقرة مشمسة لطيفة في النهار مع ارتفاع على درجات الحرارة، لكن الأجواء تميل إلى البرودة ليلا. المتوقع العظمى في المناطق الشمالية 21 والصغرى 11، المرتفعات الوسطى 18-11، المرتفعات الجنوبية 19-10، الأغوار 28 إلى 19، وخليج العقبة 28 إلى 18، البادية الجنوبية الشرقية 20 إلى 11، والبادية الشرقية 23 إلى 11 درجة مئوية. يوم الأربعاء هناك إثارة الغبار والأتربة في المنطقة الشرقية، أيضا هناك احتمال سقوط بعض الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة. وبالتالي درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 22 والصغرى 10، المرتفعات الوسطى 17-7، المرتفعات الجنوبية 16-6، والأغوار 30-17 درجة، وخليج العقبة 29-16، والبادية الجنوبية الشرقية 20-9، والمنطقة الشرقية أجواء مغبرة و 24-9 درجات مئوية. يوم الخميس أيضا في فرصة واحتمال سقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وانخفاض على درجات الحرارة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 16 والصغرى 5، أجواء باردة بالليل، المرتفعات الوسطى 13-5، باردة نسبيا نهارا باردة ليلا، والمرتفعات الجنوبية أيضا باردة نسبيا نهارا باردة ليلا، العظمى 11 والصغرى 4، الأغوار 23
إلى 11 درجة مئوية، يعني لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا، والأغوار 22 إلى 10 درجات مئوية، لطيفة أثناء النهار لكنها باردة ليلا. المنطقة الجنوبية الشرقية 17 إلى 4، والمنطقة الشرقية 19 إلى 5 درجات مئوية. يوم الجمعة إن شاء الله ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن الأجواء غائمة جزئيا بوجه عام، هناك فرصة لسقوط بعض الأمطار في المناطق الجنوبية، الأغوار الجنوبية وبعض المناطق الجنوبية من المملكة. الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 14 العظمى والصغرى 6، وأيضا المرتفعات الوسطى 14-6، والمرتفعات الجنوبية 12-7، يعني أجواء باردة نسبيا نهارا باردة ليلا، والأغوار 19 إلى 10 درجات مئوية. وخليج العقبة أجواء تقريبا لطيفة أثناء النهار باردة نسبيا ليلا 18-11، والمنطقة الجنوبية الشرقية باردة نسبيا نهارا باردة ليلا 14-6، وأيضا المنطقة الشرقية باردة نسبيا نهارا باردة ليلا 14 إلى 8 درجات مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في يمن الله ورعايته. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.